شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير ورجعت لكم بمقطع جديد يا شباب. اليوم نلعب بهذا البرنامج، يعني اول حلقة نلعب، يعني كان عندي هو من زمان يا شباب، كلش ايش قصالي، كان عندي هو بس مو صورت فيديو، قلت خلي اصور فيديو اليوم بهذا البرنامج. يا اخي صار زمان هذا عندي هو زمان، يا اخي يفوت على هذا الخزن، والله تلعبون عزيزي اخي. شوف شباب شوفوا، يعني هالسكيل اطيق احول هيجي وهالسكيل بالاخير، لا طلعوني يا اخي ما يصير يا اخي، والله مو يصير والله ما اعرف ايش بيه يا شباب، ما اعرف ايش بيه، ما اعرف يعني طلعوك يا اخي، ما اعرف ليش تحبونا تحبونا يا اليكس يا ربي ان شاء الله بخير ورجعت لكم مقطع جديد يا شباب. يا اخي اريد افوت، ليس ما تقبلوني بالعظام السيلفر، لا موتني يا اخي، موتني انت يا اخي يا بقر يا اخي، انا موت نهاية فارغ يا اخي، فارغ باركور شباب، بريد باركور يا اخي مين القي، يا ربي اضرب يا خنا يا خنا، شو قلت يعني شو قلت يا اخي يا خنا يا خري يا خري، قش مو خذت يا اخي، قش مو خذت اليوم، والله مو قد يا كل يا انتم يعني شنو يا فاهم يا شباب، اطلع بالصوت يا اخي، طيب مقطع جديد يا شباب، صندوق يعني صندوق، ان شاء الله بخير بس توك ترجعت يا مو ترجعت
يا خديش كلاجو قاحة يا خديش. يا اخي تطلع من هذا الخزن كلش سخيف يا شباب، كلش 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 شباب سخيف. صار لنا 5 دقائق يا شباب، صار لنا 5 دقائق، والله صار لنا 5 دقائق. يا اخي وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسون تضغطون لايك وتشتركوا بالقناة، وإذا ما كنتم مشتركين باي باي.